اليوم المشكلة يا شباب ليست مشكلة تقنية، في كتير أدوات وفي كتير بلاتفورمز. ما عندك خبرة روح على جوجل كلاس روم، أنا في أعملها، أنا بعملها لا بالجامعة، بس هذا منه حل للجامعة، لازم الجامعة تعمل هذا الحل، المدرسة تعمل هذا الحل. طيب، فإذا نحن هلأ صرنا بمحل اللي هو المشكلة الأساسية، واللي صراحة إذا أنا بدي أعمل هذا الفيديو لخصه بجملة، بلخصه باللي هلأ بدي أقوله، المعلم بمعظم دول العالم، مش بس بلبنان وبالريجن، يعني أنا عم تابع أساتذة بكل المنطقة وعم يجيني كتير اتصالات كل يوم، المشكلة الأساسية أنه لما يجي يعمل ديزاين للدرس يلي بده، افترضنا أنه هو عنده learning management system وحيعرف يحطه أونلاين بالطريقة يلي بده إياها، ومش موضوعي أنا أصلاً، آخر هم يعني بتستعمل زوم ولا تيمز بالنسبة لي هي ذاتها، أنت كفوق بالنسبة لي بالطريقة يلي كيف بتقدم هذا المعطى. معظم الدروس يلي هالأستاذ بيروح بده يعرضها أونلاين، مش مهم كيف، للأسف تتبع العقلية يلي أنه أنا عم فكر فيها بقلب الصف كيف بدي أعطيها، ما عم يرجع خطوة إلى الوراء ويقول أنا هلأ عم فكر بطريقة مختلفة، أنا هلأ instructional designer، أنا هلأ ما عم بكتب lesson plan، أنا عم بكتب an online lesson plan، أنا هلأ ما عم بعمل صفي يلي بهيدي الساعة ممكن أعمل هالجروب ورك، وبهيدي اللحظة ممكن أنا وقف واحد وأسأل واحد وأنزل على اللاب، أنا هلأ I'm designing شيء ليزبط من خلال التعليم الإلكتروني، وبالتالي كل ما تقدم لإلي حتى اللحظة، بما في ذلك الحلقات اللي طلعت على التلفزيون، تلفزيون لبنان، بما في ذلك يلي عم تعملوا الدول الخليج، يعطيهم ألف عافية، بس ما حدا منهم فكر كيف ببني هيدا الدرس ليكون تعليم أونلاين أو distance learning، مش ليكون بقلب الصف. وهيدي برأيي إذا هيك بنتفكر فيها شوي بتكتشفوا إنه هي أساس المشكلة. إذا هيدا الدرس ما تحضر ليكون مناسب ليتعلم إلكترونيا، فإذا نحن قدام هيدي المشكلة الأساسية، وهيدي بدها خبراء، يعني يعطيهم العافية رؤساء الدوائر. أنا عندي coordinator بالمدرسة، هذا لا يعني إنه the coordinator is the one who says yes or no على درس بيطلع أونلاين ولا لا. خليني أروح على مثال، وهون تحديد الحديث مع المعلمين ليفهموا على بعض. إذا أنا اليوم معلمة ساينس وبحضر درسي بطريقة الـ 5 E's، الـ 5 E's هو نموذج model، في عنا كتير models لنبني درس، وأكيد في كتار منكم بيعرفوا وفي ناس ما بتعرفوا، أنه أنا بلش درسي بـ engagement، أول E to engage، يعني أنا بدي طريقة لهالطلاب يصيروا معي، شو لازم أعمل ليصيروا معي، وهلا مش موضوعي how to engage them، هذا بحد ذاتها it's a session طويلة عريضة. تاني إيه هي إنه كيف الطلاب من بعد ما يصيروا معي هني يعملوا explore learning، وتالت شيء من بعد exploration عندي نوع من explanation، إنه أنا كيف بدي أجي هني أوكي فهموا واكتشفوا المفاهيم، أنا كيف فيي روح لمرحلة explanation أنا وياهم، بعدين كيف فيي روح evaluation، بعدين أنا كيف فيي روح extension. هول five E's يلي أنا كمعلمة ساينس بعملهم هلأ بصفي لو ما عندي مشكلة كورونا. كيف أنا بدي أفكر بنفس الطريقة بالأونلاين؟ بدك تفكر بطريقة مختلفة، بنفس المشكلة اللي بلشت فيها الفيديو إذا بتذكروا، يلي عم بيسوق على اليمين فجأة صار عم بيسوق على الشمال، إذا راسه ما برام للظروف الجديدة ما بنقدر نبلش نحكي مع بعض أيها الزملاء الأحباء المعلمين الأحباء. بعد في شوية دقايق لتصير ستة، عن قصد عم أقول هالمعلومة لألكن أنه على الستة رح تنقطع الكهرباء، وأنا مثلي مثل أي طالب بلبنان ممكن يكون قاعد عم بحضر سيشن وتروح من عندي الكهرباء، ممكن يروح من عندي الإنترنت، ممكن أفقد التواصل مع العملية التعليمية، وبالتالي ناهيك عن كل هذا المشكلة الأساسية اللي هي ماذا يعني أن تكون معلماً إلكترونياً. كيف فينا نحن نفكر بهاللحظة هلأ بمستقبل التعليم، مستقبل التعليم بعد سنتين، أنا على يقين أنه العام الدراسي القادم ما رح يكون بيشبه أي عام دراسي على مر السنوات. فكروا بمستقبل التعليم الذي يعيش ويقتات من مهنة التعليم ويعشقها،
لابد انه يبلش يفكر بطريقة مختلفة كيف يحافظ على هيدا المهنة. المدرسة يلي كانت تجيب النتائج العظيمة بالامتحانات الرسمية، والجامعة التي كانت مشهورة بامتحاناتها الصعبة، لن تستطيع أن تستمر، لن تستطيع أن تستمر. مش الموضوع مزح، مش الموضوع بقدر أو ما بقدر. You will fail big time. اليوم أنا إذا بي دافع قصد مدرسة أو جامعة، ما فيني إنه يقعد شهر شهرين ثلاثة ابني بالبيت وما يشتغل. It's time to think about future of learning. Future of the job itself. بعض الأساتذة، بدي أخبركم هلأ شوية أشياء شخصية، بيبعتوا لي فويس أكفأ الأساتذة، هالأساتذة يلي رواتبها قد كل اللي عم يحكوا معي هلأ على اللايف مجتمعين، أساتذة مهمة وعريقة وتاريخ مهم. لذلك هؤلاء الأساتذة عم يبعتوا لي فويسات محبطين تماما، ما عنده القدرة ينتج درس إلكتروني. إذا مش الأستاذ، اسمعوا هالجملة، الأقل خبرة بالديبارتمنت والأكثر معرفة بالتكنولوجي، لأنه بيكون جديد من جيلنا، قادر على أنه يحط إيده بإيده، تسقط الدائرة تماما. لذلك يا جماعة عم أقول الريتايرمنت بالأديوكيشن بطل 64 سنة، صار الأستاذ ممكن يتقاعد بعمر 40 إذا هو ما بيعرف ما هي المهارات اللي هي، معلش كل عمرنا نقول مهارات قرن 21 للطلاب. إذا الأستاذ ما عنده مهارات قرن 21 ومنه ما عنده التكنولوجيكال ليتريسي، ما بيقدر يفوت يعلم الطلاب عايشين كل حياتهم مع التابلت ومع التليفون. مع محبتي للأهل واحترامي للطلاب، وبعرف أنه هني هلأ عم بيقولوا نحن شو مطلوب منا، أنا اليوم مشكلتي بكل العالم العربي قبل ما توصل للطلاب، أنا مشكلتي الأساسية، لأنه اليوم إذا في مشكلة بالسيستم وبالآي تي وبالليرنينج مانجمنت سيستم وبفهم معنى التعليم الإلكتروني، ما بدي أوصل لتلاميذ كل اللي عم تعملوه اسمه احتمال الحب عن بعد، مثل ما سميتها ارتجال التعليم عن بعد.